إلى تفاصيل أحداث 24 ساعة لهذه الليلة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي، تم خلاله التأكيد على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة. اللقاء شهد أيضا حوارا مفتوحا بين الرئيس السيسي وقيادات الكونغرس الأمريكي، أكد خلاله الرئيس السيسي موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي. يضم السيناتور ليندسي جراهام عضو مجلس الشيوخ والسيناتور روبرت مينينز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل طال تأثيرها العديد من دول العالم. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس وقيادات الكونغرس الأمريكي تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر لا سيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء واستصلاح الأراضي الزراعية. كما تناول النقاش جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية تم التباحث حول العديد من الملفات على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات لا سيما في السودان وليبيا وسوريا، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. تناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري على المستويين التاريخي والراهن في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه، وأكد السيد الرئيس من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع بروتوكول تعاون لتقديم 100 منحة دراسية لمتفوقي الثانوية العامة بمحافظات الصعيد بالجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمحافظات الصعيد للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة 100 حلم للمستقبل التعليم بالعاصمة الإدارية. وثمن رئيس الوزراء هذه المبادرة وأكد أنها تدعم دور الدولة تجاه الصعيد، حيث تتيح لأبنائه فرصا تعليمية متطورة بجامعات ذات سمعة عالمية متميزة.
وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس، حيث تعنى بملفات التعاون مع تجمع البريكس وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين. وخلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقرها في مدينة العالمين الجديدة، وافق المجلس على مشروع قرار إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما وافق على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام أونلاين من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادي بداية من سبتمبر. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس لبحث ملفات التعاون مع التجمع وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين. جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالعالمين الجديدة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. يهدف المجلس إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى جانب آخر، أشاد رئيس الوزراء بما تحققه مدينة العالمين الجديدة من جذب سياحي بشهادة من مختلف المسؤولين الدوليين أثناء الزيارات الخارجية. كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العالمين وبرج العرب الجديدة ليتواكبا مع ما تحظى به المدينة من إقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم لجعلها مقصدا سياحيا طوال العام. كما شهد رئيس الوزراء توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض بين هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات عالمية لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بغرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات. المشروع سيقام على مساحة تبلغ أكثر من 850 كيلومتر مربع من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتماشى مع الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ. موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس يعد أولى خطوات اهتمام الدولة للانضمام لهذا التجمع. وموافقة مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته يعد خطوة قوية للانطلاق نحو مستقبل اقتصادي مشرق لمصر في هذا المجال. والحكومة تتطلع لأن تصبح مدينة العالمين الجديدة مدينة سياحية عالمية ومقصدا سياحيا طوال العام. من مدينة العالمين الجديدة، مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، التلفزيون المصري. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري. وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. تناول اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلائم مع المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة النقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته. كما استعرض عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري
وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة، مؤكدا على أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات. كما ألقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة، بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات. كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023. وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتفقد معرضا لهيئة الإمداد والتموين، والذي عكس مدى التطوير الذي تشهده هيئة الإمداد والتموين بكافة إداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه. وتواصلنا معكم وفي أحداث 24 ساعة لهذه الليلة تتابعون بعد الفاصل. أوكرانيا تؤكد أن تقدم جيشها في الجنوب يفتح الطريق أمامه نحو القرم. أهلا بكم. أعربت مصر عن تطلعها لعودة الاستقرار إلى دولة الجابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الجابوني. وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية إن مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها الجابون، داعية جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار وسلامة البلاد. ودعت الخارجية أعضاء الجالية المصرية الموجودين في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب مناطق التوتر الأمني واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم. أعلن المجلس العسكري في الجابون تعيين الجنرال بريس أوليغي نجيما زعيما للمرحلة الانتقالية. وكان مجموعة من ضباط الجيش قد أعلنوا أنهم أنهوا نظام الحكم القائم في البلاد ووضعوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية، وذلك بعد دقائق من إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة، بينما أعلنوا استمرار قرار حظر التجول الليلي حتى إشعار آخر بهدف الحفاظ على الهدوء. استيقظ شعب الجابون على إعلان مجموعة من قادة الحرس الجمهوري وعناصر من قوات الأمن إنهاء نظام الحكم القائم في البلاد ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته. وأعلن الضباط الذين قالوا إنهم يمثلون القوات المسلحة إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة بعد تصويت شابه التوتر تم دون رقابة دولية كان من شأنه تمديد حكم عائلة الرئيس بونغو المستمر منذ أكثر من نصف قرن. وخرج المئات إلى شوارع العاصمة ليبرافيل للاحتفال صباحا بعد الإعلان الذي بثه التلفزيون خلال الليل، والذي بدا أنها صور من القصر الرئاسي وفقا للقطات التلفزيونية. وعلى صعيد ردود الأفعال أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فيكي إعلان قادة الجيش في الجابون سيطرتهم على السلطة هناك، وطالب فيكي الجيش بضمان سلامة الرئيس علي بونغو وأسرته. من جانبه أكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تتابع الوضع المثير جدا للقلق في الجابون، مشيرا إلى أن ما يحدث في الجابون هو محاولة عسكرية للسيطرة على السلطة ومن المبكر وضع أي توصيف لما يحدث. وأضاف أن الأولوية هي الوصول إلى حل دبلوماسي ينهي الأزمة في البلاد. كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما سماه محاولة الانقلاب الجارية في الجابون، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والدخول في حوار شامل وهادف وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان. بدورها أدانت فرنسا التي تمتلك علاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية مع الجابون، أدانت على لسان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران
التطورات الأخيرة التي تشهدها الجابون بعد إعلان مجموعة من كبار ضباط الجيش إنهاء النظام القائم في البلاد، وعربت عن أملها في احترام نتائج الانتخابات الرئاسية. وقد أرجع المحللون سبب ما آلت إليه الأوضاع في الجابون إلى سوء توزيع الثروة الوطنية النفطية، ما دفع بما لا يقل عن ثلث سكانها البالغ عددهم 2,300,000 نسمة إلى ما تحت خط الفقر، وخلق أزمات على صعيد تأمين احتياجات الجابونيين من الخدمات والبنية التحتية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت بنجاح عددا من أهداف القيادة والمخابرات الأوكرانية، بينما تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط مسيرة أوكرانية بمقاطعة بريانسك وأخرى بمقاطعة كالوغا الحدوديتين مع كييف. تطورات متلاحقة تشهدها ساحة الحرب الروسية الأوكرانية بعدما قالت أوكرانيا إنها فتحت الطريق أمام تقدمها نحو المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها الجيش الروسي هذا الأسبوع في بلدة روبوتين الاستراتيجية. وقال وزير خارجيتها ديمترو كوليبا خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس إن سيطرة قوات بلاده على قرية روبوتين الاستراتيجية ستتيح لها التقدم نحو جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وأكد الوزير الأوكراني أن مدن توكماك وميليتوبول من أهم أهداف الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في يونيو الماضي لاستعادة الأراضي الأوكرانية من القوات الروسية. من جانبه لم يعلن الجيش الروسي انسحابه من روبوتين، لكنه أكد أن قتالا عنيفا يدور في المنطقة وفي محيط بلدة فريبوف المجاورة. من ناحية أخرى، في العاصمة الأوكرانية كييف لقي شخصان مصرعهما في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة هو الأكبر منذ الربيع الماضي، كما تعرضت مناطق أخرى في أوكرانيا لا سيما أوديسا وميكولايف في الجنوب أيضا لهجمات ليلية. وقال سلاح الجو الأوكراني إن كل الصواريخ 28 أسقطت، وكذلك 15 من 16 مسيرة مفخخة من نوع شاهد، كما أوقع القصف على منطقة دونيتسك في الشرق قتيلين. على جانب آخر، تعرضت روسيا لعدد من الهجمات الليلية بطائرات مسيرة، واستهدف أحد هذه الهجمات مطار بيسكوف شمال غرب البلاد، وهو أمر نادرا ما يحدث، ودمر طائرات عسكرية عدة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد مقذوفات أو تدميرها في سماء العديد من المناطق في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم وفي ضواحي موسكو وبريانسك وأوريل، ولم تبلغ السلطات الروسية عن أي أضرار. وفي البحر الأسود، قالت موسكو إنها أغرقت عدة زوارق عسكرية أوكرانية، بينما تستخدم كييف زوارقها وطائراتها المسيرة لشن هجمات في شبه جزيرة القرم أو ضد السفن الروسية. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة. في الوقت نفسه أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا فلسطينيا على هدم منزله المطل على المسجد الأقصى في البلدة القديمة بحجة البناء دون ترخيص. يأتي ذلك في الوقت الذي اقتحم فيه مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وخلال الاقتحامات نفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية في باحات الأقصى أدوا صلوات تلمودية، وذلك في إطار اقتحامات يومية ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه وتقسيمه زمنيا ومكانيا. ألغت شركات طيران أمريكية أكثر من 850 رحلة جوية مع وصول الإعصار إيداليا إلى ولاية فلوريدا، وأخلت سلطات الولاية أكثر من 20 مقاطعة مهددة بالفيضانات مع وصول الإعصار، وسط تحذيرات بارتفاع منسوب المياه خلال الساعات المقبلة مما قد يسبب كارثة للمنطقة. ووصفت السلطات الإعصار والرياح المرافقة له بأنها ظاهرة نادرة الحدوث بالنسبة لساحل فلوريدا الشمالي الغربي.
لم يشهد الوضع في شمال شرق اليونان تحسنا ملحوظا حتى الآن عقب اندلاع أكبر حريق غابات في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الجهود التي تبذلها قوى متعددة الجنسيات لمكافحة الحرائق على الأرض. ولا تزال الحرائق مستمرة منذ 12 يوما في شمال شرق اليونان، وزادت قوتها بفعل الرياح العاتية والطقس الحار، الأمر الذي أسفر عن مصرى 20 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، فضلا عن تدمير عدد من المنازل. وترجح السلطات أن تكون معظم الوفيات هي لمهاجرين غير شرعيين عبروا من تركيا إلى اليونان عبر الغابات، وسط مخاوف من العثور على مزيد من الجثث مع إخماد النيران. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لمدة 5 سنوات. تأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية والعملات والمستثمرين لتمويل الموازنة العامة وإطالة متوسط عمر الدين. أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله بقرار من رئيس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022. أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط تقدير مصر للعلاقات المشتركة الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك خلال لقاء المشاط ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر، الذي عبر بدوره عن سعادته للانضمام لفريق عمل الوكالة للبناء على عقود ممتدة من الشراكة بين واشنطن والقاهرة، مؤكدا تطلعه للعمل المشترك مع مختلف الأطراف لتلبية الأولويات على مستوى الشراكة الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المرأة والعمل المناخي. أعلن مدير الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن خسائر شركات الطيران في بريطانيا بلغت نحو 126 مليون دولار بسبب الخلل الذي أصاب أنظمة المراقبة الجوية قبل يومين، وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تعمل بالتعاون مع شركات الطيران من أجل إعادة الركاب العالقين في المطارات بمختلف أنحاء أوروبا لبلادهم بعد أن تسبب خلل بأنظمة المراقبة في تعطل للرحلات الجوية قد يستمر لأيام. وصلت أسعار النفط العالمية مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم، وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بسبب الإعصار إيطاليا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.2% إلى 85 دولارا و66 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.3% إلى 81 دولارا و40 سنتا.
ختام أحداث 24 ساعة لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.